يرجع ورغى يرجع يلف 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 فيه الشريط يعيش بألم وما حتنسى مرات أفكر في الوقت، لو نقدر نرجع الزمن أيام أو سنين، يا ترى نقدر نصلح أخطائنا؟ نقدر نغير شيء في حياتنا؟ يمكن لو حملي تم كان ما صار اللي صار ولا تفرقنا. يمكن لو جراح تزوج دانا من غير رضا أهله كان الحين هو عايش معاها وهالولد ظناه. ويمكن لو سعاد صبرت على حال وليد كان هي للحين قاعدة معاه على ذيك الطاولة تضحك وتسولف وسط عيالها. ويمكن لو سبيج اختارت الطلاق وعاشت في بيت أهلها كان ما ارتكبت هالجريمة. ويمكن وألف يمكن تدور براس الإنسان كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية. تقل له إنك على ذمة فهد واستمرتي بيعطيك كليته. هو ما قدر يضحي مرة، يضحي بشيء بجسمه. شو اللي تبين توصلين له؟ ساعات الإنسان يمر بظروف بعدها يبكي ويتضايق ويزعل، لما تذكر هالأشياء يبتسم، لأن الإنسان علمه محدود بس في رب يدبر كل شيء، كل شيء له حكمة. ونعم بالله. نون والقلم وما يظنون. لا يما نون والقلم وما يسطرون. نون والقلم وما يسطرون. وما أنت ما أنت ما أنت بنعمة ربك بمجنون. خلاص 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 يما، هذا قرآن كريم حرام نغلط فيها يما، حفظوا عدل، باكر عندكم امتحان. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية عمتي، قاعد درسينهم؟ اي يما، شو أسوي؟ الله يفك عقمهم إن شاء الله، يا قادر يا كريم. روحوا 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 لعبوا مع نواف وخالد، وأنا بعد شوية أسوي واجباتكم. حفظوا الآية يما،
باكر عندكم امتحان. ناقصك يا عمتي؟ محامي سبيش صار عليه وقال لكم الصار. قال يبي فلوس. والشباب بسم الله عليهم كلهم تحاططوا وعطوا ومتابعين القضية. الله يسامحك يا سبيشة ويفك حقك إن شاء الله. إن شاء الله. كانت حركتي قلوبنا. سويتي لنا علش بحلوج اللي يسوى واللي ما يسوى. يوسف ترى ما انت مجبور تسوي هالعملية مهما كان هذه صحتك. سارة أصلا أنا ما أتخيل حياتي من غيرك. أنا وعيالي اللي محتاجين لك. كل هذا عشانك ولد حاتي.